بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وحن بلابنا إن شاء الله تعالى محاضراتك يا سعودي مركة تنوى محاضرة أو كم محاضرات كاسية ذا موضوع عن كهل، لأنه ما أنت وحوايا ضعف الإيمان مظاهره وعلاجه، ومعنى هذا يهي يعني إيمانك ضعيف كع إيمانك أو مارته ضعيف نقدا أو تبر لقى إيوه يعني مارته مقالة ذا قفك إنه إيمانك يسو ضعيف هاي كم مقارية إيوه علاجك أم الدواء ذا أرنت أي ذا لو دواء كريم روحانتي ضعف الإيمان وظاهرة أرن مارت منتشرة أو فافسن أو أن مارت قفية الله بإيو داد خاص خاص كواهين، بل أرن عام النقطة وقت جان داد كبدن كيسنا وكشاجنا يان أنتي قرنا يسأين وإيمانك ذو ضعف كشرنا وحاك لقيا با إن كبدن هن أنت أجرين أو لسه عنبا إنه إيمانك ذو ضعف وقلي سيدة رادد مركا ضدك دريمية محاك ده هاي إيمانك ذو ضعف قلي وحاءات كم قلي ساعة يقول ده هي قلبي جوا مارت قلبي جي قلرا قو عبادة ذي اللذئ معان مارت كم هليه وحان دريمية إيمانك يهوس ولا عسين هاي قرآنك إما سامين يه مثلا مع سذيب وقفك كل عيا وحيانا نعاس وكلتا مركا أرنت مركا أنك هذا إنه ما أنت ما دام وضعف الإيمان يهي إيمان كنا محل كيسة ويهي قلبك سان أكسون هاي قلبك وكل يهي ميزان يمارة محاك رهاي شرعي جان وكل يهي مركا سيدة درادة روحة مهمة قفك استوى مسلمة إنه مارتي ولسعود حالة قلبي يسا وايو قلبي ما أها وح سجن أو هل حالة كسجن هذا بل ووح قد قدوم بدن سيدة درادة النبي صلى الله عليه وسلم وح أوليه إنما سمي القلب من تقلبه وح أوليه النبي صلى الله عليه وسلم قلبي وح لوج مجعابي قد قدوم كيس درتيس أي لوج مجعابي وح أوليه النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن رواه أحمد وهو في صحيح الجامع. النبي صلى الله عليه وسلم حديث كاسي وحليه هاي قلبي وحلاقه ما يعابي قد قدون كيس درتيس قلبي جوحه لم يدي هاي سدى بال شمبر أو كلاته أولو لصو مارة الوحري يعني جيل وصو حري أو دبيشو أي قد قدنا يسوع يعني كل بدنا عو قدنا يسوع وحكى له الله عليه صلى الله عليه وسلم قلبي جوحه لم يدي هاي سيدا مارتي بال كاشن برتا أو دول بنان تالا أو دبيشو أي كل بدنا كل مارتي دبر إيو يعلو على وقدنا يسوع حديث كان وحاورنا ابن أبي عاصم في كتاب السنة سلات كي سنة وصحيح سيدا شيخ ناصر الدين الألباني وكشاقي ذلال الجنة في تخريج السنة للألباني قلبي مركا ووح آد وقد قدوم بدن سيدا عن شاقني بل حالد وحكوت المامنة صلى الله عليه وسلم يعني إنه كدرين هاي داري بريا بسيد بيه سيسو مارتي أي وقد قدومان إنه كدرين هاي حوله النبي صلى الله عليه وسلم لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا وحوله النبي صلى الله عليه وسلم قلبي ابن آدمك وحق مارتي كقد قدون يعني مارتي دوية هاي يعني ديكسي آد وكري أيوكا مارتي قد قدون يعني دوية هاي وأنا حديث صحيحة ومارتي محاكو لها ذلال الجنة كسوان حديث مركب معلها تلمام نيسا آد بأفر بذيهن ساد رادت أيا قفك بلا آدنك وحال الدونية مرهدو وحا حبنك إيمانك وكتر وقلبك يهي
isku halayna uusan jirin oo xaaladiisu inay sugnaan doonto waxa looga baahan yahay inuu Alla subxaanahu wa ta'aala uu ka baryo inuu diinta ku sugo qalbigiisa nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay inna quluuba bani aadam kullaha bayna usbacayni min asaabici arraxmaan waxa uu leeyahay qalbi quluubta bani aadamka dhammaantood waxa ay ku sugan yihiin laba farood dhexdooda oo ka mid ah faraha alle subxaanahu wa tacaala ka qalbi waaxidin sida hal qalbi oo kale yasrifuhu xaytu yashaa suu doona ayuu maaragtay uu gadgadiyaa markaasuu nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam allaahumma musarif alquluub sarif quluubana cala taacatik rawahu muslim waxa uu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam allaha quluubta gadgadiyow qalbiganaga quluubtanada waxaad u leexisaa xagga taacada mar haddii ayuha alikhwa qalbigu uu maaragtay xaaladiisu ay saa tahay axad badbaadaya maalinta qiyaamo uusan jirin ilaa man ata allaha biqalbin saliim ilaa axad yacnii la yimaada qalbi nabad galay ma ogihi mar haddii allah subxaanahu wa tacaala uu waciid uu u yaboohay quluubta ingegtay uu weyl uu u yaboohay mar haddii maaragtay janno loo diyaariyey man khashiya araxmaana bilgaybi wajaa'a biqalbin muniib haddaba marka waxaa muhim ah oo maaragtay qof walba uu garanayaa inuu daryeelo oo ka warqaba xaaladda qalbigiisa uu ku sugan yahay sidaa daraaddeed marka annagoo arrintaa ka intilaaqayna ama ka ambaqaadayna yaa waxay noqotay bal inaan ka waranno arrintan muuqaalada marka ugu horeysa ku tusinaysa iimaanka qofku inuu daciifay ka dambe markaasayna waxaynu u gudbi doonaa insha allahu tacaala cilaajka iyo daawada lagu daaweyn karayo yacni dacfu liimaan haddii aan ku bilowno marka ugu horeyntii madaahirta ama muuqaalada ku tusinaya qofka iimaankiisu inuu daciifay waxaa ka mid ah kow alwuquucu fi lmacaasi waartikaab almuxaramaat qofka oo macaasida ku dhaca dembiyada iskaga dhaca oo macnaha ay u sahlanaato qof walba waa dambaabaa laakiin qofkii oo macaasida yacni si dhib yar ugu dhacaya oo ugu dhex jira oo oola nool taasi waxay ku tusaysaa inuu qofkaasi iimaankiisu uu daciif yahay kathratu lwuquuc fi lmacaasi macaasida oo in badan qofku uu ku dhaco waxa ay qofka ay ka dhigaysaa inuu la saaxiibo macsiyada inuu maaragtay uu caadi ay la noqoto ilaa marka dambe uu ka gaaro heer ah yacni uu ka muujisto macsiyadii uu ka muujiyo oo uu maaragtay maxaan ku dhahay la jahro marxalada iyada hadduu gaaro waa khatar waa marxalo aan maaragtay yacni dembigiisa loo dhaafaynin nabigu sal allahu alay wasalam wuxuu leeyahay kullu ummatii mucaafa ila almujaahiriin ummadeeda dhammaantood waa kuwa la cafinayo ilaa kuwa xumaha muujista ma ogihi wa ina min almujaaharati an yacmala arajulu billeyli camalan thuma yusbix waxaa ka mid ah yacni mujaaharada iyo muujinta xuminta xumaha waxaa ka mid ah qofka intuu habeenkii camal sameeyo oo uu waabariisto isagoo alla subxaanahu wa tacaala uu asturay haddana uu ka sheekeeyo arrintii iyadahayd oo dhaho hebelow xalay waxaan sameeyey sidaa iyo sidaa isaga oo alle subxaanahu wa tacaala uu xalay asturay ayuu markaasi sitriga ilaahay ayuu iska faydayaa xadiidkaasi waxaa warinayaa alimaamu albukhaari waxaa ka mid a madaahirta oo qodobka labaad ah yacni maaragtay muuqaalada lagu garanayo qofka uu isku miisaami karayo inuu maaragtay daciifnimo qalbigiisa uu ku jiro waxaa ka mid ah inaad dareento qalbigaagu inuu qalalan yahay qalbi qalalay inuu yahay oo engegay oo aan ku saamoobaynin wacdiga aan ku saamoobaynin qubuurta aan ku saamoobaynin yacni waxyaalihii la rabay naftu inay maaragtay ku waana qaadato ayna saameynaynin marka qalbigiisu wuxuu noqday yacni dhagax oo kale kuu ku tilmaamay alla subxaanahu wa tacaala thuma qasad quluubukum min bacdi dalika fahiya kalxijaara aw ashaddu qaswa yacni maaragtay qalbigiinii baa reer bani israiil markii laga hadlayay qalbigiinii wuxuu noqday yacni maaragtay quluubtiinii baa intaa ka dambe qalashay
marka waxay noqotay sida dhagax oo kale bal way ka daran tahay yani dhagax qofka marka qalbigiisu qalalo oo maaratay dhikriga Alle subhanahu wa ta'ala uu ka qalalo yani maaratay wuxuu waa inuu dareemo iimaankiisi inuu hooseeyo oo hoos u dhac weyn u ku yimid waxaa ka mid ah qodobka saddexaad oo ku tusinaya maaratay ضعف إنو تشرو عدم إتقان العبادات عبادات كي أو أن لسوغن أو سفي عن لو قذنن أو قف كي مارتي صلاة دي أسكتو كنيو ساقو أسكن مقن قرآن كي سيدو كالاتو دعا دي أسكتو عيسانيو قعمها إسكتاغيو ساقو قلبي يسو مقيهي مرة دي سيدا دعضو أدي وحاوايا الله سبحانه وتعالى أعماش النوع عاسو كالاتا يعني وحبا أجر مسينية عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن لقما أقبل دعاء قلب غافلة هو مقبى وحا أشيقية ومشغول سن يعني دعاء لقما أقبل إيه مارك هنا أتقع ما أنت أدو سيتشي دعم أنت سأسكن لحظة هذا ما رتي اسكد دعايسته واحد شيقين هذا كورها من واحد لقا أقبل إما لها حديثك وحورني الإمام الترمذي وانا حديث صحيح في السلسله صحيحه يكسغيا مظاهرتا مارته ضعف الايمان وحكمده او قلبك افراد التكاسل عن الطاعات والعبادات قفك او كوهسده او كعاجس طاعاتك الله سبحانه وتعالى او مررك قارن الضيعه صلاه دي كساحده مارته محان كدهاي او خاصه ودمده قاركود waxaad arkaysaa dad habeenkii soo jeedaya oo maaratay salaadda subax ka seexanaya ama uba haystaba xaalada gaara salaaddu inay iska dhacayso oo maaratay aan laga rabin sida dadka musaafiriinta ah in badan ay maaratay hadduuba safar ay ku jiraan waxay u haystaan salaad inaan laga rabin oo waxyaalaha fikradaha khaldan ayay ka mid tahay marka qofka marka xaaladaasi markuu ku sugan yahay oo uu ka caajiso cibaadaadka Alle subxaanahu wa tacaala waxa uu la imanayaa marka waa cibaadaad cibaadaad marka wuxuu la imanayaa oo maaratay shakligii iyo muuqaalkii leh laakiin nuxurkii aan jirin wuxuu marka shabahayaa munaafiqiintii oo Alle subxaanahu wa tacaala ulaahay waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala salaada hadday u istaagaan waxa ay u istaagayaan iyaga oo maaratay caajisan bay maaratay u istaagayaan qofkii maaratay waxaa ka mid ah arrimahaasi oo maaratay isla qodobkan takaasulka waxaa ka mid ah dhaacaadka maaratay laga wahsanayo qofka inuu caado ka dhigto daa'iman inuu salaada ka daaho safka dambe uu galo oo jamaacadu dhaafto mar hadda waxaa isku aragto waxay ku tusaysaa arrinta ayada iimaankaagu dhaafi inuu galay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay laa yazaalu qawmun yata'akharuna an as-safi al-awwal hatta yukhallifahum allahu fi an-nar يعني كزولي ما يان قولو إني كدا هيان وكدب دع هيان صفكة كوباد إلى الله سبحانه وتعالى دب أقول لك إياك أنا نعرف حديث كان وحديث صحيحة أو ورنيو أبو داود في سننه مركا مرة دي سيدا تهي وحالو بهي مركا قفكو إنو إسلا سعوضوه حالة دا قلبي سوء كسو غنيا هي مركا استانا ومارتي ونفتي سوء براروتيو intaasi afarta qodob ayaynu xalqadan ku soo koobayna insha Allahu ta'ala oo inuu ku joojineyna waxaynu maaratay si wadi doonaa madaahirta ku tusinaysa iimaanka inuu daciif yahay marka ka dambana waxaan u gudbi doonaa insha Allahu ta'ala yaani ilaajki iyo daawadi iyo qalbigi wixii maaratay iimaankiisu uu ku ziyaadi lahaa barakallahu fiikum wa sallallahu ala sayidina muhammad